90% من بنود صفقة الفرصة الأخيرة الأمريكية المحدثة لوقف إطلاق النار في غزة قد تمت الموافقة عليها، ومن بين 18 فقرة تتضمنها الصفقة أنجزت 14 منها وفق صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، بما في ذلك الشروط الإنسانية التي طرحتها حركة حماس. لكن هذا الاتفاق لا يتناول محور فيلادلفي، بل يفترض مسبقاً انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة. قدم الإسرائيليون خلال الأسبوعين الماضيين اقتراحاً من شأنه أن يقلل بشكل كبير من وجودهم على ممر فيلادلفي، وهو تخفيض كبير إلى حد ما، ونحرص على أن يكون أمن إسرائيل على رأس اهتماماتنا في هذه الصفقة. الاحتمال الثاني لصفقة أحادية مع حماس هو ما أوردته شبكة NBC الأمريكية، تهدف لتبادل محتجزين أمريكيين في غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في الولايات المتحدة مثل شكري أبو بكر وغسان العشي. سنواصل بذل كل ما في وسعنا لإعادة الرهائن إلى منازلهم. نعتقد أن الخيار الأفضل والطريقة المثلى لتحقيق ذلك هي من خلال هذه الصفقة المطروحة على الطاولة الآن. بعض المراقبين يرون أن صفقة أحادية بين حماس والولايات المتحدة قد تكون حلاً محتملاً، ربما صعب تنفيذها بلا وقف لإطلاق النار، لكن طرح هذا الاحتمال في هذا الوقت من شأنه أن يشكل ضغطاً إضافياً على نتنياهو الذي سيخشى أن يطلق سراح المحتجزين الأمريكيين ويبقى الإسرائيليون في غزة لمصير مجهول.